تنظيمي وانعقاد مؤتمر الصحة تحت تاريخ 20 أوت عبد السلام تحتفل اليوم ولاية غلجان ببناتها وأبنائها الذين شرفوها في مختلف الامتحانات الرسمية. لذلك أدعوكم إلى الاجتهاد والسعي لتحقيق نجاح الدائم في تخصصاتكم الثانوية والجامعة الثانية والإسلامية والإسلامية فردا فردا حصلت ولايتنا على المرتبة الثالثة وطنيا في شهادة البكالوريا. سيما من الاخر شكرا جزيلا واه اكيد قمنا بتكريم النجباء الاوائل غلجان هذه السنه رائدة بتلاميذتها رائدة بتلميذها الأول على مستوى الوطني تلميذ بن قداش كذلك الرائدة بتلميذتها هي الأولى في شعبة أداب وفلسفة الحمد لله رب العالمين أننا كرمنا حوالي 128 تلميذ ممن اجتازوا شهادة البكالوريوس وشهادة التعليم المتوسط بتقدير ممتاز جدا شكرا بارك الله فيك